الإسلام يدعوك إذا عاهدت الله تعالى أنك تائب وأنك ستستقيم على دربه ألا تروغ روغان الثعالب، فاليوم تتوب وغدا تعود إلى أصحاب المعصية لتجالسهم ليأخذوك إلى حيث ما كنت، وبعد غد تتوب ثم ترجع إلى مكان المعصية، وبعده تتوب ثم ترجع إلى نفس مكان المعصية. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. مرات بيجوا من حولك من شياطين الإنس بيقول لك شو هان يا رجل، أنت قبل ما تكون بالمساجد كانت أمورك كلها ماشية، قبل ما تكون بالمساجد كنت أنت زعيم الشلة، قبل ما تكون بالمساجد لكن المصاري كانت معك أكثر، لما أجيت على الجامع تفضل ما عاد حدا تطلع فيك، قل له عم يسخر منا، صرت مضحكة أنت للشباب، هيك بتريد؟ قل له أنا من جماعة يا أخي أوفوا بالعقود، وأنا عاهدت الله أن ألتزم وأنا سأفي بما وعدت الله تعالى، وإذا بتصدق الله الله سيصدق معك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، خلاص قلت كلمة من دون ما نكتب عليك شيء، ومن دون ما نشهد، ومن دون محكمة، ومن دون فراغ، ومن دون طابو. والله مرة واحد من الإخوة باع بيته واستلم رعبون ودفعة أولى والتسليم بعد يمكن شهرين ثلاثة، بهالفترة إجا زبون نسيت شو الرقم، مثلا باعه ب 100 مليون، إجا زبون حيشتري منه ب 110 مليون في وقتها يعني. والله هو الزبون عم بيقول، قال له أخي أنا بعت البيت، بتحب تشتري روح لعند اللي اشترى مني وعروض عليه ال 110 واعطيه هذا الربح، بحب تحب تاخذ انت البيت خذه، بس هذا البيت ليس لي. هذا هو المسلم. اما اذا راح عمل قلب على الزبون الاولاني وقال له بتعرف والله المرة حرداني وبدها تطلق وعم تبكي واخذناها على المستشفى، والله كثير مرض، الله يوفقك خذ مصاريك اخي وسامحنا، عمل كل هالفيلم كذب عليه، وبعدين هذاك اخذ مصاري ومشي الحال ورجع باع على ال 110 مليون، هذا ما بيكون من جماعة اهدنا الصراط المستقيم، وما بيكون من جماعة أوفوا بالعقود.